ومن الفوائد أن الأمر بالمسح ليس أمر وجوب، فالشرع لا يلزمك أن تمسح على الخفين، لكنه أمر إباحة وتيسير ورخصة. ولذا لو أن الإنسان كانت الخفاف عليه وله أن يمسح عليهما قال لا أريد أن أمسح، سأتوضأ وسأخلع الخفين وأغسل قدمي، مع أن له أن يمسح لأنه ما زال في المدة يجوز. لكن لو قال قائل متى يكون الأمر للوجوب، يعني متى يجب أن أمسح؟ تصور لو أن إنسانا كانت الخفاف عليه ثم الناس في الصلاة وفي الركعة الأخيرة وقال سأتوضأ وأخلع الخفين، نقول لا يجوز لك هذا، لأن الواجب عليك أن تمسح على الخفين لكي تدرك صلاة الجماعة، أو أنك خشيت أن يخرج الوقت فلا يجوز لك هذا. وإلا فالأصل أن الأمر بالمسح على الخفين أمر رفق ورخصة وتيسير.